بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. حديث عظيم وأجره جليل جدا. عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن. قال: تسبحين الله عشرا، يعني تقول سبحان الله 10 مرات، وتحمدينه 10، يعني تقول الحمد لله 10 مرات، وتكبرينه 10، يعني تقول الله أكبر 10، ثم سلي حاجتك فإنه يقول، يعني الباري عز وجل: قد فعلت، قد فعلت. حديث صحيح.